حصاد الجنوب، أهلا بكم. قدم محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس واجب العزاء لأسرة الشهيد المصور طارق مصطفى الذي استشهد جراء العمل الإرهابي الذي استهدف موكب المحافظ الأحد الماضي. وكان المحافظ وجه بتسوية أوضاع الشهداء في الحادث وبمتابعة أوضاع الجرحى متمنياً لهم الشفاء العاجل. التقى اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء السيدة مريم أحمد إسماعيل المديرة القطرية لمكتب منظمة نداء جنيف في اليمن، واستمع منها إلى شرح عن نشاط المنظمة ودورها في حماية المواطنين من النزاعات المسلحة. اللواء بن بريك أشار إلى أن قيادة المجلس الانتقالي عملت وتعمل على تذليل الصعاب أمام عمل المنظمات الدولية والإقليمية، كما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل للجهات المستهدفة لتعزيز حماية المدنيين أثناء الصراعات وكيفية الاستمرار فيه وتطبيقه على أرض الواقع. قام قائد محور أبين القتالي بالقوات المسلحة الجنوبية العميد مختار النوبي اليوم بزيارة لعدد من الوحدات العسكرية في المحور، اطلع خلالها على الجاهزية القتالية للوحدات. الزيارة شملت قوات الحزام الأمني قطاع الدلتا وعددا من القطاعات الأمنية. النوبي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش في النقاط الأمنية ورفع درجة اليقظة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحور لمواجهة أي طارئ. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.